باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كله آمين. ما تستغربوش، أنا زيكم برضو كنت أحب أسمع وأتعلم من أبائي الأحبار الأجلاء اللي هم بالحقيقة أكثر فضلا وعلما من ضعفي، لكن عشان أنا الأصغر كان لازم أقول حاضر. سفر المزامير هو كنز للتأملات، تستخدمه الكنيسة في كل المناسبات. فمن المزامير الجميلة اللي تناسب هذا اليوم واللي انتوا سمعتوا منه مقاطع أكثر من مرة هو المزمور 83 اللي بيقول فيه المرنم: مساكنك محبوبة يا رب إله القوات. احنا كمان بنصلي بالمزمور ده في صلاة الساعة السادسة، وبيتقري أكتر من مرة في صلوات التدشين. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديارك يا رب. ليه بنحب بيت ربنا؟ نحب بيت ربنا لأن بنحب الساكن فيه. بيت ربنا بيجتمع فيه الله مع أولاده، وبيبقى فيه شركة بين الأرضيين والسمائيين. إحنا كمجتمع للمؤمنين أو كشعب الكنيسة بنجتمع في الكنيسة مع الله ومع ملائكته وقدسيه. وكل ما نحب الساكن في المسكن نحب إن إحنا نبقى موجودين معاه. كمان جمال المسكن من جمال الساكنين فيه. يعني احنا بنفرح بشكل الكنيسة الجميل، الكنيسة اللي بتزينها الأيقونات وبتبقى معمولة بشكل جميل، كل حاجة معمولة فيها بإتقان، معمولة فيها بحب، لكن يزينها ويجملها رب الأرباب وملك الملوك ربنا يسوع المسيح نفسه. هو اللي بيبقى موجود في وسطينا، موجود على المذبح، وموجود في كل الاجتماعات واللقاءات الروحية اللي بتبقى في الكنيسة، لأنه قال كده: متى اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. لكن كمان يزين الكنيسة جمال النفوس اللي فيها. احنا نفوس المؤمنين، يا ترى بنهتم بزينة نفوسنا عشان الصورة تكتمل؟ جمال الصورة يكتمل لما يبقى ربنا موجود بجماله كله، لانه هو مصدر كل صلاح، ويبقى الملائكة ورؤساء الملائكة، ويبقى كل القديسين معاه، احنا كمان واقفين في الصورة. فيا ترى احنا لينا الجمال ده؟ جمال النفس، جمال النفس في فضائلها، في مدى محبتها لربنا، مدى تمسكها بوصايا الله. عشان كده يقول سفر النشيد: ربنا لما يتكلم مع النفس الجميلة دي يقول لها: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان. علشان نزين نفوسنا ونكون بالحقيقة مستحقين ومستأهلين أن نكون في مجمع القديسين، لازم كل واحد فينا يهتم بزينة نفسه، بزينة نفسه. علشان كده لما واحد فينا يكون بيحب إنسان أو بيحب أسرة معينة ويروح يزورهم في البيت، بيبقى مش عايز يسيب البيت، مش عايز يسيب المكان ويمشي، حابب اللي فيه، حاببهم من جمال صفاتهم وجمال سلوكهم، مش عايز يفارقهم. فبرضو احنا كمان لما نبقى في الكنيسة كلنا على بعض، يعني كلنا الاباء الكهنة والشمامسة والخدام والشعب، لما يكون في محبة بتجمع بيننا تبقى الناس مش عايزة تسيب الكنيسة وتروح. عشان كده المرنم بيقول ايه: قلبي وجسمي ابتهج بالإله الحي. في نفس المزمور لما بيقول: تشتاق نفسي وتذوب للدخول إلى ديارك يا رب،
هنا مش بس بيعبر عن الاشتياق، ده كمان بيعبر عن اشتياق اللي فيه نوع من الحماسة والاشتياق الكثير. عشان كده قال تذوب نفسي، يكون إنسان بيشتاق جدا لشيء معين يقول أنا قلبي دايب من كتر الشوق، الشوق للحضور أو للوجود في حضرة ربنا. وتكلم عن الجسم، عن الجسد اللي بيبقى فرحان، وعن القلب، عن المشاعر وعن الأحاسيس. لأن العصفور وجد بيتا واليمامة عشا لتضع فيها أفراخها. شوفوا من حكمة ربنا، من قدرته، إدى للطيور معرفة. اليمامة ما تحطش البيت بتاعها أو ما تضعش البيت إلا إذا وجدت مكان آمن تحط فيه البيض، عشان لما الفراخ بتاعتها تطلع تبقى في أمان. فما أجمل وما أأمن الكنيسة لأولادنا، حتى الناس اللي بتسافر برا عشان يسكنوا في مكان، يسألوا الأول والمكان ده في كنيسة ولا لا. ليه؟ لأن هم بيدوروا على أمان أولادهم. أولادهم دول لما يتربوا في الكنيسة يبقوا في أمان، يتعلموا كلمة ربنا، يتعلموا وصايا ربنا، يتعلموا ازاي يحبوا ربنا. دايما يدوروا، الناس تدور على الكنيسة. فالكنيسة مش بس احنا بنجتمع فيها علشان فايدتنا احنا الروحية، لكن كمان عشان فايدة أولادنا. أولادنا لما يتولدوا في الكنيسة ويتربوا في الكنيسة، طبعا هيتعمدوا في الكنيسة ويتعلموا في مدارس الأحد ويكبروا في مخافة ربنا. يبقى كده الأبهات والأمهات وكل الأسر متطمنين على أولادهم عشان هم في حضن الكنيسة، زي ما اليمامة بتطمن على أولادها لأنها موجودة في مكان آمن. طوبى لكل الساكنين في ديارك يباركونك إلى الأبد. يعني يا بخت ويا سعادة ويا للبركة اللي بينالها كل من يكون في محضر الله في كنيسته، يباركه إلى الأبد. يعني الهدف الأسمى من وجودنا في الكنيسة هو تقديم التسبيح والبركة لله. إحنا في الكنيسة كل مناسباتنا، كل صلواتنا ما تخلوش من التسبيح لإسم ربنا. وإحنا كمان وإحنا موجودين بنحس بالبركة وبنحس بالفخر إن ربنا قبل إن إحنا نيجي ونقعد في حضرته، نبقى موجودين معاه. دي بركة عظيمة. يعني نستغرب لما يكون أبونا بيفتقد الناس ويقول لهم تعالوا الكنيسة، ويبقى يعني عايز بقى بالعافية شدهم للكنيسة، في حين أن المفروض إحنا اللي نسعى أن إحنا نيجي الكنيسة علشان ناخد هذا الشرف العظيم أن نكون في محضر ربنا يسوع وملائكته القدسين. فكل واحد فينا، كل واحد فينا يجي الكنيسة مش بس ينبهر بشكل الكنيسة. صحيح الكنيسة جميلة ومليانة أيقونات وكلها معمولة بطريقة حلوة، لكن كمان بيبص على النفوس اللي فيها، يبص على الناس اللي فيها. يا ترى الناس بتبقى وسيلة جذب لي ولا وسيلة إبعاد لي؟ واحد يبقى مثلا مش بيجي الكنيسة ويقول لك لا أنا خدت موقف من فلان، لا أصل شفت الموقف الفلاني ده أعصرني أو ضايقني في الكنيسة. فياريت كمان كلنا نبقى حريصين ان احنا كلنا نبقى نماذج طيبة، نموذج حلو، كل واحد فينا آخر فيه ربنا يسوع. عشان كده ربنا قال كده ليقروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. انت بتيجي هنا ليك البركة، ليك الافتخار انك موجود في حضرة ربنا، وعليك مسؤولية. انت نسبت لله، بقيت من شعبه، بقيت من خاصته، فلازم تحرص على أن سلوكك يشبه سلوك ربنا. تسلك كما سلك ذاك أيضا، تمشي حسب ما ربنا عايز. عشان كده الناس تبقى كلها فرحانة، كلها شايفة ربنا في وجوه الآخرين. يبقى اللي بيزين الكنيسة مش بس الصور اللي احنا شايفينها وجمال الكنيسة وجمال منظرها، لكن جمال النفوس اللي فيها. جمال النفوس يبان من الفضائل اللي جواها. انا مش عايز اطول عليكم القداس طويل شويه، لكن اسمحوا لي باسم الاحبار الاجلاء ابي الاسقفه، صاحب النيافه الانبا ابراهام وصاحب النيافه الانبا ارميه وصاحب النيافه الانبا مينا، ان احنا نقدم التهنئه
لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب الفتح وأسيوط الجديدة ورئيس درما رمينا. أولا بمناسبة عيد تجليس نيافته نسأل المسيح إلهنا أن يمنحه الصحة وطول العمر ويثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة. نهنئه أيضا ونهنئ أباء الكنيسة والشعب كله بتدشين كنيسة الأمير تدرس. مش عايز أقول اللي بعد كده عشان ده لسه اللي هو رسامة الأباء الكهنة. نقول له تعيش وترسم يا سيدنا وتعيش وتدشن. احنا مبسوطين ان احنا نبقى مع سيدنا، اخدنا بركة كبيرة. ربنا يعود تعب محبته لإلهنا كل ماجد وكرامة.